السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي التمهيد التالي، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في قناة مجموعة مدارس التجريب الخصوصية. أتمنى أن تكونوا في خير. نشاطنا اليوم الرياضيات، الرموز من الأصغر إلى الأكبر، ثم نرتبها مرة أخرى من الأكبر إلى الأصغر. نقرأها أولا: أربعة، سبعة، ستة، خمسة، ثمانية، اثنان، واحد، ثلاثة، صفر، تسعة. نعيد قراءتها مرة أخرى: أربعة، سبعة، ستة، خمسة، ثمانية، اثنان، واحد، ثلاثة، صفر، تسعة. هيا نرتبها أحبائي الصغار من الأصغر إلى الأكبر. إذا أصغر عدد هنا أحبائي الصغار هو العدد، نعم أحسنتم، العدد صفر. جيد. والعدد الذي يأتي بعده أحبائي الصغار، نعم العدد واحد. جيد أحبائي الصغار، والعدد الذي يأتي بعد واحد، نعم اثنان. أحسنتم. والعدد الذي يأتي بعد اثنان، ثلاثة. جيد أحبائي. والعدد الذي يأتي بعد ثلاثة، نعم أربعة. أحسنتم. والعدد الذي يأتي بعد أربعة، نعم خمسة. والعدد الذي يأتي بعد خمسة، نعم أحبائي ستة. والعدد الذي يأتي بعدها ستة، جيد سبعة. والعدد الذي يأتي بعد سبعة، أحسنتم، ثمانية. والعدد الذي يأتي بعد ثمانية، جيد تسعة. أحسنتم. هيا نقرأ الأعداد أحبائي المرتبة من صفر إلى تسعة تصاعديا. تصاعديا. صفر أصغر من واحد، واحد أصغر من اثنان، اثنان أصغر من ثلاثة، ثلاثة أصغر من أربعة، أربعة أصغر من خمسة، خمسة أصغر من ستة، ستة أصغر من سبعة، سبعة أصغر من ثمانية، ثمانية أصغر من تسعة. نعيد قراءتها مرة أخرى: واحد، عفوا صفر أصغر من واحد، واحد أصغر من اثنان، اثنان أصغر من ثلاثة، ثلاثة أصغر من أربعة، أربعة أصغر من خمسة، خمسة أصغر من ستة، ستة أصغر من سبعة، سبعة أصغر من ثمانية، ثمانية أصغر من تسعة. جيد أحبائي الصغار، والآن سأبعثرها ونرتبها من الأكبر إلى الأصغر تنازليا. إذا أحبائي الصغار أكبر عدد هنا، جيد تسعة. والعدد الذي يأتي قبله، نعم أحسنتم، ثمانية.
والعدد الذي يأتي قبل 8 أحسنتم 7 والعدد الذي يأتي قبل 7 جيد 6 والعدد الذي يأتي قبل 6 أحسنتم 5 والعدد الذي يأتي قبل 5 4 جيد والعدد الذي يأتي قبل 4 3 جيد والعدد الذي يأتي قبل 3 أحسنتم 2 والعدد الذي يأتي قبل 2 1 جيد والعدد الذي يأتي قبل 1 أحسنتم 0 إذن نلاحظ أحبائي رتبنا هذه الأعداد من الأكبر إلى الأصغر وأكبر عدد هنا هو 9 وأصغرهم هو 0 أحبائي الصغار هيا نقرأ هذه الأعداد 9 أكبر من 8 8 أكبر من 7 7 أكبر من 6 6 أكبر من 5 5 أكبر من 4 4 أكبر من 3 3 أكبر من 2 2 أكبر من 1 1 أكبر من 0 هيا نقرأها مرة أخرى 9 أكبر من 8 8 أكبر من 7 7 أكبر من 6 6 أكبر من 5 5 أكبر من 4 4 أكبر من 3 3 أكبر من 2 2 أكبر من 1 1 أكبر من 0 جيد أحبائي الصغار والآن هيا نتعرف على الرمز أكبر من وأصغر من نلاحظ هنا أحبائي فم تمساح نلاحظ هذا الفم مفتوح على جهة اليمين وهذا الرمز فمه مفتوح على جهة اليسار هذا الرمز نسميه أكبر وإذا وضعنا هنا هذا القلم أصبح عندي العدد 7 لكي نميز بين العدد أصغر من نميز بين الرمز أصغر من والرمز أكبر من نضع قلما هنا أصبح عندي هذا العدد أحبائي الصغار جيد 7 إذن هذا الرمز أكبر من وإذا وضعنا هنا القلم أحبائي الصغار أصبح عندي عدد جيد 4 إذن هذا الرمز أصغر من هيا نقارن هذه الأعداد انتبهوا معي أحبائي الصغار سنأخذ العدد 4 ونأخذ العدد 1 أي رمز سنضعه أحبائي الصغار؟ نعم 4 أكبر من 1 جيد سنضع الرمز أكبر سنضع الرمز أكبر ونقرأ 4 أكبر من 1 أحسنتم أحبائي وإذا أخذنا عددين آخرين
تسعة وسبعة. هيا نقارن بينهما. سبعة تسعة، أي رمز سنضعه أحبائي الصغار؟ سبعة أصغر من تسعة، إذن سنضع الرمز أصغر. نقرأ سبعة أصغر من تسعة. جيد، سبعة أصغر من تسعة. نلاحظ أحبائي الصغار أن الفم دائما مفتوح على العدد الأكبر، لأن التمساح يأكل العدد الكبير. تابعوا معي أحبائي، عندنا أربعة وثلاثة، العدد ثلاثة، عفوا خمسة والعدد ثلاثة. هيا نقارن بينهما. خمسة أكبر من ثلاثة، إذن سأضع الرمز هكذا. انتبهوا معي أحبائي الصغار، فم التمساح يأكل العدد هنا الكبير، وهنا أيضا فم التمساح يأكل العدد الكبير.